ثاني القامات الصحفية السيدة المجاهدة المرحومة زينب الميلي، ويتقدم عنها ابنها نوفل إبراهيمي الميلي. السيدة المجاهدة زينب الميلي مجاهدة من صلب مجاهد، وهو الشهيد العربي تبسي، زوجة الوزير والدبلوماسي السابق الأسبق محمد الميلي، أصيلة ولاية تبسة، شاركت في ثورة التحرير ودرست في مدرسة التهذيب للبنات والبنين، اشتغلت صحفية في جريدة الشعب، لها من الجرأة والآراء السياسية والثقافية ما مكن من الدفاع عن الجزائر وتاريخها، وقد اهتمت بالتراث اللامادي في كل مناطق الوطن، وقد غادرتنا لتلقى ربها رحمه الله تعالى يوم 24 سبتمبر 2022.